خلطة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة وكذلك الوجه، هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. السلام عليكم أيتها الرائعات، اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم وصفة فعالة جدا لتبييض الجسم وأيضا المناطق الحساسة والوجه. ستحتاجين مكونات جد سهلة وبسيطة ومتواجدة في كل بيت لتبييض الجسم والرقبة وأيضا الوجه والمناطق الحساسة. المكون الأول الذي ستحتاجينه في هذه الوصفة فهو مسحوق الكركم، فالكركم معروف عليه على أنه مبيض ومنظف وكذلك مرطب للبشرة، ولهذا فهو جد مفيد وفعال في هذه الوصفة. ستحتاجين كمقدار من الكركم في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من الكركم. أما المكون الثاني في هذه الوصفة ستحتاجين إلى دقيق الأرز، فالأرز كذلك معروف عليه على أنه من المكونات المبيضة والمزيلة للبقع الداكنة والتصبغات، فدقيق الأرز أو مسحوق الأرز مفيد جدا لتوحيد لون البشرة وكذلك تنعيمها. ستحتاجين كمقدار من دقيق الأرز في هذه الوصفة إلى 4 معالق من دقيق الأرز. أما المكون الآخر فستحتاجين إلى ماء الورد، فماء الورد مفيد جدا لتبييض وترطيب وتنعيم الجسم وكذلك تبييض الوجه والمناطق الحساسة. ستحتاجين كمقدار من ماء الورد في هذه الوصفة إلى 4 معالق كبيرة من ماء الورد. أما المكون الأخير فستحتاجين إلى زيت الليمون، فزيت الليمون معروف عليها على أنها مبيضة ومرطبة وملينة للجسم وللمناطق الحساسة، وكذلك زيت الليمون مفيدة جدا لتبييض البشرة بكفاءة عالية. وستحتاجين كمقدار من زيت الليمون في هذه الوصفة إلى 3 معالق كبيرة من زيت الليمون. بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق، وشكرا جزيلا لك. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة. تقومين بأخذ إناء ثم تضعين فيه دقيق الأرز أو مسحوق الأرز وكذلك الكركم وزيت الليمون، وبعد ذلك تقومين بخلط المكونات باستخدام ماء الورد إلى أن تحصلي على كريم ناعم جدا، وبعد ذلك تصبح الوصفة جاهزة. تقومين بتطبيق الوصفة على المكان الذي تريدين توحيد لونه كالرقبة والوجه والركب والأكوع وكذلك المنطقة الحساسة وتحت الإبط. تقومين بترك الوصفة حتى تجف بالكامل، وبعد ذلك يمكنك غسلها بالماء البارد الفاتر ثم البارد لسد المسامات، وتكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع إلى أن تحصلي على بياض ناصع جدا. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تجربيها ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق، وشكرا جزيلا لك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.